يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. نرحب بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة السبت أول حلقات الأسبوع الموافق 19 نوفمبر 2022. النهاردة في الحقيقة يوم جني الثمار، يوم التتويج. النهاردة ختام فعاليات مؤتمر المناخ COP27 اللي نظمته مصر في مدينة السلام شرم الشيخ على مدار أكثر من 10 أيام تقريبا، سبقتهم شهور طويلة علشان مصر تخرج بهذا التنظيم المبهر الرائع والاستثنائي، وده يمكن بإشادة من كل قادة ورؤساء دول العالم، وكمان الوفود اللي كانوا مشاركين في كل مكان من كل مكان في الدنيا تحديدا في هذه القمة اللي زي ما وصفوها إنها قمة استثنائية، قمة حصلت على اهتمام إقليمي، اهتمام عالمي، بعد يعني تركيز مصر على ورقة أو الملف اللي كان موجود على طاولة النقاش اللي طرحت فيها مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية وأيضا كل دول العالم. كان في نوع من أنواع التكاتف للخروج بتوصيات إنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية وأيضا الحفاظ على البيئة. ويمكن هنا بنركز على التنظيم تحديدا لأن كان في حالة من حالات يعني الإعجاب والانبهار من كل المشاركين، ويمكن ده أثر على مصر وانعكس كمان على الهاشتاج اللي كان موجود على السوشيال ميديا كمان يا جمانة. كل كان بيتحدث عن مصر الجمهورية الجديدة بشكل ومنظور مختلف تحديدا. صحيح يا أحمد، يمكن الفكرة احنا عندنا، خلينا نقول ان احنا كده عندنا نقطتين نتكلم فيهم من حيث التنظيم تحديدا. في طبعا فخر واعتزاز الحقيقة، خلينا نقول داخلي بالنسبة لنا إحنا، إن إحنا مبسوطين جدا وفخورين جدا إن إحنا شفنا تنظيم هذا المؤتمر وهذه القمة بهذا الشكل. وخلينا نقول إنه لو هنتكلم على النظرة العالمية لتنظيم مصر لهذه القمة، الحقيقة مش فكرة إن هم إن مصر نظمت هذه القمة بهذا الشكل، الفكرة إنه هذه القمة بتنظم حسب معايير محددة ومعينة. إنها تنظم بهذا الشكل حسب هذه المعايير، دي كانت حاجة صعبة جدا ومش سهلة بأي شكل من الأشكال. سبقها شهور كتير جدا زي ما أحمد كان بيتكلم مع حضراتكم. حين خلال هذه الفعاليات اللي تابعناها كلنا والعالم كله تابعها، كان في دلالة واضحة على أن مصر دايما في الريادة، دايما في تقدم مستمر لحي يتجاوز فكرة الوقت اللي احنا بنقوم فيه بكل هذه الإنجازات. مصر قدرت بكل ثقة وبكل جدارة أنها تستضيف حوالي 110 رئيس وقائد من قادة العالم على أرض مدينة السلام في شرم الشيخ، وأنها تكون حاضرة في هذه القمة في شرم الشيخ كنموذج للمدينة الذكية والمدينة الخضراء. مؤتمر كان الأضخم من نوعه، مؤتمر وضح تقدير العالم للدولة المصرية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمر كان فيه دلالات كتير مهمة جدا، أولها الاستقرار بمفهومه الشامل اللي أصبحت مصر تتمتع به، التقدم السياسي والاقتصادي والتنموي اللي بتشهده مصر رغم الأحداث الحقيقة والتداعيات اللي العالم كله يشهدها في الوقت الحالي، إن كان من جائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، ويسبقها بالنسبة لنا إحنا ظرف داخلي والإرث اللي كان موجود بالنسبة لنا هنا في مصر. احنا كنا بنتابع عندنا للأسف مشاكل كبيرة كتيرة جدا في البنية التحتية وفي المواصلات حاجات كتير جدا. فخلينا نقول انه مصر انها تخرج بهذا الشكل، انه زي ما أقول لحضراتكم 110 قائد ورئيس يبقوا موجودين في مصر في مدينة شرم الشيخ على هذا المستوى، ده إنجاز كبير جدا 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 يا أحمد. ده حقيقي، ويمكن تكلمتي على عدد من الدلالات يا جمانة اللي كانت يعني لابد أن نتوقف لديها كثيرا في هذا المنتدى أو في هذه النسخة رقم 27 من قمة المناخ. لكن أنا بالنسبة لي كان في دلالة مهمة قوي، فكرة أنت لسه كنت بتتكلمي على أن العالم بيعاني من أزمة اقتصادية، أعتى اقتصاديات الدول الكبرى بتعاني من هذه الأزمة، عندنا بطالة، عندنا تضخم، ومش موجود بس مش هنقول في مصر، يعني عندنا دي ما بتكلمش عن مصر، احنا بنتكلم على أمريكا، بنتكلم على دول صناعية يعني. بالضبط، احنا بالنسبة لنا عارفة إنعكاس مرآة، لكن اللي بيحصل بره هو عمره ما حصل، بنتكلم في أزيد من 100 سنة كمان.
لكن النهاردة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، في ظل نقص في سلاسل الإمداد والتوريد، تضخم وغيره، يبقى عندك دول كبرى شايفة أن مصر هتتبوأ مكانة مختلفة في الفترة اللي جاية، وبنتكلم الفترة اللي جاية دي 10 سنين، لأن يمكن العشر سنين دي هي فترة توقيع البروتوكولات اللي مضيتها مصر. بنتكلم على 9 اتفاقيات وقعت عليها أو وقع عليها صندوق مصر السيادي مع 9 أطراف، بنتكلم بإجمالي استثمارات بتقدر ب 83 مليار دولار تقريبا في مجال الطاقة النظيفة، في مجال الهيدروجين الأخضر. صحيح. لما يجي لك رئيس أمريكا جو بايدن ويقول لك احنا هندعم مصر ب 500 مليون دولار علشان تكون مصر هي يعني منطقة أو مكان مركزي للهيدروجين بالضبط، للطاقة الخضراء تحديدا طبعا. فهنا أكيد الناس دي لما بتدعم ما بترميش فلوس على الأرض، هي عارفة مكانة مصر، عارفة ازاي مصر اشتغلت. مش بنتكلم بقى على شهور قبل هذا المنتدى أو هذا المؤتمر تحديدا، لكن بنتكلم على سنين، لأن 8 سنوات مصر قدرت اللي هي تعمل بنى تحتية قوية قادرة على جذب رؤوس أموال جديدة واستثمارات جديدة. المفاوض المصري قدر اللي هو في خلال من خلال تواجده في هذا المنتدى أو هذا المؤتمر تحديدا إن هو يروج للفرص الاستثمارية اللي موجودة في مصر، لما يبقى في شراكة مع طرف أجنبي بخصوص التحول والهيدروجين الأخضر، لما يبقى في شراكة مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الدولة الشقيقة اللي دايما يعني مع مصر قلبا وقالبا، وإحنا مع الإماراتيين قلبا وقالبا بخصوص التحول أيضا، أو إنشاء محطة خاصة بإنتاج الكهرباء من الرياح في العين السخنة. شفنا المنطقة اللوجستية في قناة السويس إزاي كانت حاضرة وبقوة، والكل يعني بيدعم والكل يريد أن يستثمر في هذه المنطقة اللي زمان كان الكل بيقول لك ده تفريعة لقناة السويس. لا، هي منطقة اقتصادية، هي قناة سويس جديدة ينظر لها كل العالم باحترام، وشفنا ده في مؤتمر التغيرات المناخية COP27. وفي حقيقة الأمر مصر كمان كانت شغالة على ده في رؤيتها، رؤية 2030 من خلال ملف قضايا المناخ والتأثير البيئي للتغيرات المناخية والجهود اللي يعني بذلتها مصر في مسار مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وده بيخلينا نقول إن النهاردة في ختام مؤتمر المناخ COP27 نحن كنا قدام قمة تاريخية، قمة استثنائية، خرجنا بالقمة دي بعدد من النتائج هتساعد الحكومات، حكومات العالم هنا ككل، مش بتكلم على الحكومة المصرية فقط، هتساعد الحكومات في التصدي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. اللي حصل ده زي ما بنقول كان وراه جهود كبيرة، كان في تكاتف من كل مؤسسات الدولة، وهو ده يمكن مصر الجمهورية الجديدة، مصر التي حينما تقرر تنفذ وتستطيع. وبالفعل الحمد لله استطعنا ان احنا نتحول بهذه القمة من قمة التعهدات لقمة التنفيذ. صبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.